السلام عليكم. ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير لها أن هناك أدلة ذات صدقية تؤكد استخدام القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة للقنابل العنقودية المحرمة دوليا في موقعين بليبيا منذ ديسمبر 2014. وأكدت هيومان رايتس ووتش أنها عثرت على بقايا قنابل عنقودية في مدينة بنجواد في فبراير الماضي وفي سرت في مارس الجاري. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الموقعين قصفتهما القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة. التقرير التالي يستعرض أبرز ما رصدته منظمة هيومان رايتس ووتش. قالت منظمة هيومان رايتس ووتش إنها أجرت مقابلات هاتفية مع شهود وتحصلت على أدلة فوتوغرافية تؤكد العثور على بقايا قنابل عنقودية من طراز RBK-250 وBTAB-2.5M استخدمت في بنجواد في فبراير 2015 وفي سرت في مارس الحالي. وتحتوي كل قنبلة عنقودية من هذا الطراز على 30 قنبلة صغيرة عالية الانفجارية مضادة للدبابات، فيما تحتوي القنبلة العنقودية من طراز RBK-275 و250 على 150 قنبلة صغيرة عالية التشظي المضاد للأفراد. وقالت المنظمة إن الباحث لفائدة معهد غارنيكي للسلام الدولي فيدريك ويري صور عددا من قنبلات وسط ركام مصرف الوحدة في بنجواد. كما قال مستشار أمني دولي زار بنجواد في فبراير لهيومان رايتس إنه شاهد بقايا ذخائر عنقودية في مواقع مختلفة حول البلدة. ووفق المنظمة فإن الحالة الجيدة لطلاء أغلفة القنابل وخلوها من التأثر الشديد بالعوامل الجوية تشير إلى أن القنابل استخدمت في هجمة حديثة، وهو يتزامن مع غارة لطيران ما يعرف بعملية الكرامة على الموقعين مؤخراً. وأوضحت هيومان رايتس أن قائد القوات الجوية لما يعرف بعملية الكرامة صقر الجروشي اعترف لها في حديثها معه هاتفيا أن قواته شنت غارات جوية في فبراير ومارس على بنجواد وسرت. وقالت المنظمة إن استخدام الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة مثل سرت يعد انتهاكا لقوانين الحرب بسبب طبيعة تلك الأسلحة المتسمة بالعشوائية وعدم التمييز، إذ تحتوي الذخائر العنقودية على عشرات أو مئات من الذخائر الصغيرة التي تسمى بالقنيبلات، والتي تنتشر على نحو عشوائي على مساحة واسعة تبلغ في المعتاد مساحة ملعب لكرة القدم، وتعرض أي شخص في المنطقة سواء كان محاربا أو مدنيا لخطر الموت أو الإصابة. وأضافت المنظمة أن بعض القنيبلات التي لا تنفجر تظل مذخرة وتتحول فعليا إلى ألغام أرضية، ما يمثل خطرا مضاعفا على الأفراد المدنيين. نناقش هذا الخبر وبعدها مع ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس الخبير الاستراتيجي محمد النعاس ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الحر عبر الهاتف، وأيضا عبر سكايب من لندن رئيس مؤسسة الرقيبة لحقوق الإنسان محمد عبد المالك. أهلا بكم جميعا. وأبدأ معك سيد الحر، بصفتك رئيسا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، كيف تقرأ هذا التقرير من الناحية الحقوقية؟ مرحبا بك ومرحبا بالضيوف والمشاهدين الكرام. الكل يعلم أن هيومان رايتس ووتش هي منظمة لا علاقة لها بالليبيين نهائيا، هي منظمة دولية وتقاريرها وبياناتها تعتمد بالمصداقية والحيادية، دائما تعمل في المجال الإنساني الرصيد والتقصي والتوثيق، وما أكدته المنظمة في تقريرها بخصوص استخدام قنابل عنقودية، قنابل مجرمة دوليا لا ينصح باستعمالها نهائيا. للأسف آخر مرة استخدمت هذه القنابل استخدمت في غزة، واليوم لاحظنا وجودها من خلال هذا التقرير أنه تم استخدامها في ليبيا، وفي ظل غياب الآلية القضائية القادرة على التحقيق، سواء كانت الآلية القضائية المتمثلة في النائب العام أو المدعي العام العسكري، فإننا نحن كمنظمة نطالب من المجتمع الدولي وجهات ذات الاختصاص القيام بواجبها تجاه هذه الجرائم التي ترتكب في ليبيا، ولعل أغلبها راح ضحاياها مدنيين، لا هم بمقاتلين ولا هم بعسكريين، الأغلبية هم من الأطفال والنساء والمدنيين بصفة عامة لا علاقة لهم
بهذه النزاعات المسلحة. نعم. نهائيا هذه القنابل لا تميز بين مدني وعسكري. طيب وصلت الفكرة، دعني أذهب إلى السيد عبد المالك. سيد عبد المالك، كيف تصف ما ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش؟ مرحبتين بك وبالضيوف الكرام وبالإخوة المشاهدين في حبيبة ليبيا. الحقيقة أنا لا أستغرب مثل هذا الأمر، وأعتقد أن هذا يصب في نوعية الناس اللي إحنا نتعامل معهم في هذه المسألة. هذا التقرير كما تفضل الضيف اللي قبلي جاء من مؤسسة عالمية ذات مصداقية وحيادية معروفة، وهو لا يعتمد على أخبار الناس، إنما يعتمد على التحاليل وعلى المشاهدة الميدانية كما ورد في التقرير. فقد قامت Human Rights Watch بتحليل المواد المترسبة والبقايا، وخلصت إلى أنه تم استعمال القنابل العنقودية، وبالتالي هذه الجريمة جريمة موثقة لا مفر ولا مناص من الاعتراف بها وإلحاقها بهذه العصابة الإجرامية. والحقيقة مطلوب أن احنا نطالب بالمتابعة القانونية آجلا أم عاجلا. طيب، لكن الحقيقة سنأتي فيما يخص بالمتابعة، كيفية وطريقة هذه المتابعة، ما هي الآلية، ولكن دعني أذهب إلى السيد نعاس حتى نسأله من الناحية الفنية العسكرية كيف سيعلق على هذا التقرير السيد نعاس. من الناحية الفنية كل شيء واضح، يعني القنابل قذفت عن طريق الطائرات الميج 26 التي كانت تتمركز في مطارات السدرة ورأس عنوف، وهذه طبعا نحن كمراقبين لم نستغربها. يضاف إليها أيضا استخدام قنابل غازية في أوائل السنة الماضية التي تنزل بالنظر، وهي موثقة حتى في على صفحات النت، ومثل ذلك قتل النساء والأطفال والشيوخ وتهديم دور العلم ودور العبادة، يعني هذا شيء لا يستغرب، يعني واضح. طيب. من الناحية الفنية واضح أن هذه قنابل قذفت عن طريق الطائرات. نعم. طيب سيد الحر، هيومان رايتس ووتش تؤكد عثورها على بقايا قنابل عنقودية في مدينة بن جواد في فبراير الماضي وفي سرت في مارس الجاري، هل هذه برأيك هي أدلة كافية؟ نعم، هذه أدلة عينية ثابتة لدى المنظمة، وكما أوضحنا هذه المنظمة منظمة حقوقية مستقلة حيادية تتمتع بنزاهة ما بين المنظمات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان، وخاصة المنظمات التي تعمل في الرصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات. هذه الأدلة بالإضافة إلى شهود العيان الموجودين في مكان هذه القنابل، هم من أكدوا أن هذه القنابل استخدمت في من قبل قوات أو طيران الكرامة، وهي أيضا في الفترة الزمنية المذكورة تحديدا، وهذا دليل عيني وجب التحقيق فيه فورا، وأن لم تكن السلطات الليبية قادرة على التحقيق وجب على المجتمع الدولي التدخل والتحقيق في هذه الجريمة التي هي جريمة من الكثير من الجرائم. الحرب التي ترتكب على الأراضي الليبية لازالت حتى يومنا هذا. نعم. طيب، وهذا ليس مخفي على المنظمات الحقوقية ولا على السلطات الليبية ولا الإقليمية ولا الدولية، لكن المسألة فيها تسييس نوعا ما، لا توجد إرادة سياسية صادقة للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات التي تحدث في ليبيا. نعم. طيب سيد عبد المالك، إذن المنظمة قالت أيضا أن استخدام الذخائر العنقودية في مناطق مأهولة يعد انتهاكا لقوانين الحرب بسبب طبيعة تلك الأسلحة، هل كان ثمة ما يدعو لاستعمال مثل هذه الأنواع من الأسلحة؟ لا، ما فيش أي حاجة تدعو لاستعمال مثل هذه الأسلحة، وخاصة أن الاقتتال بين ليبيين يفترض فيهم أن فيه بيناتهم علاقات
شو اسمها علاقات اسريه وعلاقات وطنيه وقوميه وايضا دينيه، يعني في النهايه بكل احنا كنا مسلمين. لكن وهذا ينفي استعمال مثل هذه الاسلحه، احنا يعني نتاسف ان اضطرينا لمثل هذا القتال وان ندخل. زيد الى هذا انك انت تستعمل اسلحه محرمه وممنوعه دوليا، ومش هيك وبس، تضربها في اماكن مؤهله بالسكان المدنيين. هذه القنابل هي ليش محرمه وممنوعه دوليا؟ لانها لا تفرق بين المقاتل والمسالم، بين المقاتل والمدني. هذه قنابل تضرب وتقصف يعني مساحة كبيرة جدا من الأرض، وتصيب كل شخص، مدني، مرأة، رجل، طفل، أي شخص. وبالتالي قصفها يعني استعمالها أصلا ممنوع. وأضيف إلى ذلك أنك أنت لما تستعملها في مكان مؤهل بالسكان وخاصة المدنيين، فهذه الجريمة جريمتين مش جريمة واحدة، استعمال القنبلة أصلا واستعمالها في أماكن مؤهلة بالسكان. لكن الهدف في النهاية بكل هم يبوا يوصلوا إلى الانتصار بأي شكل من الأشكال. وإذا كان انتصروا وحققوا أهدافهم فمن حيسائلهم داخل ليبيا؟ ولذلك هي العملية عملية مغامرة ومقامرة بشعة لأبعد الحدود. الهدف منها إرعاب الطرف الثاني، الهدف منها تحقيق انتصارات حتى ولو على حساب أشلاء المدنيين الليبيين. الهدف منها هو أنهم يتمكنوا من الحكم في ليبيا، وإذا تمكنوا من حيطلبهم بعدين. نعم. ولذلك نعم. المسألة وصلت الفكرة هنا سيد عبد الملك، من أجل التاريخ وندعو العالم للتدخل في هذه المسألة. طيب سيدة نعاس، لو تطلعنا أكثر على خصائص القنبلة العنقودية التي استخدمت حسب تقرير المنظمة. والله أنا ليس لي إلمام، يعني إلا إلمام عام أن هي قنبلة تنشطر إلى قنابل عدة، وأحيانا تكون مصحوبة بشريط معين، يأتي أي طفل أي شيء يعتقد أنها لعبة فيمسك بهذا الشريط فتنفجر فيه، ياتي راعي غنم، ياتي حيوان، ياتي اي شيء تنفجر به هذه القنبله. ولذلك هي بما انها يعني تشمل البراء من الناس، لذلك حرمت دوليا يعني. نعم. ولكن الموضوع يؤخذ بمجمله، المجتمع الدولي يعرف من الذي يقوم بقذف هذه القنابل على الليبيين. طيب. يعرف انه هذا الجنرال المسمى حفتر، وبعده الجنرال هذا المسمى اللي هو قائد سلاح طيرانه اللي هو صدر الجيوشي، يعرفون من هؤلاء الناس. حفتر هذا الذي ارتكب جرائم ضد الانسانيه في تشاد. نعم. كان نعم. يملا طيب يعني حتى نركز اكثر يعني معك سيد النعاس من الناحيه الفنيه. الان دعني اذهب الى السيد يعني الحر. أشارت المنظمة في تقريرها إلى أن الموقعين قصفتهما القوات التابعة لما يعرف بعملية الكرامة، يعني ذكرت بالاسم هنا، هل يمكن وفق هذا الإقرار رفع قضية للجنائيات الدولية ومتابعة الجاني قانونيا؟ أخي، إذا كانت هنالك نية صادقة من قبل المجتمع الدولي للتحقيق في هذه الجريمة، من الممكن تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تنزل إلى أرض المكان، ومن ذلك تقوم بالاستقصاء والتقصي حول هذه القنابل ومتى تم استخدامها ومن الجهة المسؤولة عن استخدام هذه القضايا. وبذلك يستطيع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية أن ثبت أن هنالك ضحايا مدنيين، وأن هذه الجرائم ارتكبت، وأن هذه القنابل تم إلقائها في أماكن سكنية مدنية تحديدا، وجب على المدعي عام المحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق في مثل هذه لكونها تم استخدامها في أماكن مدنية، وبذلك يمكن اعتبارها جرائم تدخل في حيز جريمة الحرب تحديدا. على الرغم من أننا سعداء جدا بأن ليبيا وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة للحد من انتشار الأسلحة الخفيفة والصغيرة، لكن للأسف لازالت الدول المجاورة لليبيا لم توقع هذه الاتفاقية التي بدورها تمنح الصفة للمجتمع الدولي بمراقبة دخول الأسلحة وخروجها إلى شمال أفريقيا كمصر. طيب. والجزائر في هذه النقطة سيد الحر، يعني هيومان رايتس ووتش يعني قالت أنها على ليبيا الانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لسنة 2008 التي تحظر استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف،
وقد انضم ما مجموعه 116 بلدا إلى الاتفاقية. يعني ليبيا إلى الآن ما تزال في حاجة إلى انضمامها إلى هذه الاتفاقية حتى يتم منع استخدام هذه الاتفاقية، ليس كذلك؟ ليبيا انضمت إلى اتفاقية الأسلحة، مراقبة الأسلحة الخفيفة والصغيرة، ولكنها لم تضم إلى اتفاقية القنابل الانشطارية أو العنقودية بصفة عامة. وجب على ليبيا التوقيع والتصديق على هذه القنابل، وأيضا وجب على باقي الدول المجاورة لليبيا التوقيع على هذه الاتفاقية، وبذلك يتمكن المجتمع الدولي من المراقبة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذلك. للأسف يوجد تقاعس من قبل المجتمع الدولي في التحقيق، وخاصة في الانتهاكات التي تدخل في حيز نفاذ التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. هنالك تقاعس، والسبب هو عدم وجود إرادة سياسية دولية صادقة للتحقيق في مثل هذه الانتهاكات. السيد عبد المالك، المنظمة ذكرت أن هذه القنابل تنتشر على نحو عشوائي على مساحة واسعة تبلغ في المعتاد مساحة ملعب كرة القدم، كيف تعلق على هذه النقطة؟ نعم، هذه حقائق تقنية تتمثل خصائص هذه القنابل. هذه القنابل هي مجموعة عن قنابل صغيرة، عدد كبير جدا من القنابل الصغيرة، لما تنطلق القنبلة الأم تنشطر فتتوزع هذه القنابل في هذه المساحة، تتبعتر وتنتشر، وإما أن تنفجر في حينها وشظاياها تقوم بإصابة المدنيين والمحاربين أيضا، أو تبقى على الأرض لتتحول إلى شبه ألغام موقوتة يكون أثارها بعد ذلك. لكن على كل حال يعني استعمالها ومحاولة الزج بالعالم الغربي في مكافحة هذا يحتاج إلى فك الارتباط السياسي المربوط بالموضوع. يعني إذا احنا نقول مثلا أن الدولة الليبية يجب أنها تتوقع هذه الاتفاقية، طيب من الدولة الليبية؟ مش الدولة الليبية الآن المعترف بها في الغرب هم نفسهم برلمان طبرق؟ طيب إذا كان برلمان طبرق هو الذي يدعم في حفتر والذي يستعمل في هذه القنابل، فلن يقوموا بالتوقيع مثل هذه الاتفاقيات، وبالتالي المسألة يعني مربوطة بإجراء يجب أن يتخذ من قبل الليبيين عموما، ولا نتوقع أن مثل هذه الاتفاقية توقيعها وعدمها حيحل القضية. طيب سيد النعاس، دعني السيد عبد الملك أذهب إلى السيد النعاس حتى نفهم مدى خطورة استعمال مثل هذه القنابل في البلاد. هذه القنابل تزود بنوعين من الصمامات، إما صمام توقيت وإما صمام اصطدام يقاله. صمام التوقيت يوقد قنبلة بحيث تنفجر قبل الوصول إلى مواقع دفاع العدو أو تجمعات البشرية أو الأهلية، يعني زي ما تقول مثلا ب 100 متر فتنفجر في الهواء فتتوزع هذه القنابل. او صمام اصطدام يعني مجرد ما طبعا هي ينزل راسها فيها زعانف، طبعا ينزل لها تصطدم بالارض فتنفجر فتتوزع في تلك المنطقه يعني على الارض. في كلا الحالين هي يعني سبب منعها وانها قد تصل الى المدنيين، واكثر من استعملها الامريكيون في حرب فيتنام يعني، وربما استعملوا حتى في جبال افغانستان وفي تورابورا، بالاضافه للقنابل الثقيله الاخرى. طيب اذا سيد النعاس، هل القنابل العنقوديه هذه التي تحدثت او تحدثت عنها هيومن رايتس ووتش، هل يملكها الجيش الليبي؟ موجوده من ايام القذافي، موجوده في مخازن الجيش في المنطقه الشرقيه، لان كما تعلم السيد الفاضل ان طيران الناتو لم يضرب المنطقه الشرقيه اطلاقا، جميع ما فيها من مخازن، حتى يعني قنابل الغاز السارين هذه وغيرها موجودة في تلك المنطقة وتحت. يعني هذه المخازن هي تعود للقوات التابعة للقذافي في تلك الفترة؟ تعود للجيش الليبي، ومخازن كبيرة جدا جدا وموجودة في المنطقة الشرقية، وهذه الأسلحة هي اللي تسوي عليها حفتر ومجموعته ويضربون بها الليبيين الآن حقيقة. نعم. طيب سيد الحر، منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن هذه القنابل العنقودية محرمة دوليا،
هل تعتقد تحركا دوليا تجاه ما وصفته المنظمة بالانتهاكات لقوانين الحرب؟ هذه القنابل محرمة دوليا، نعم، لكونها كما وضحنا تعتبر قنابل عمياء لا تميز، يعني وخاصة إذا استخدمت داخل الأحياء أو الأماكن المكتظة بالسكان. التحرك الدولي كما أوضح زميلي في الحلقة قبل قليل، وجب أن تكون هنالك إرادة من قبل الليبيين بمتابعة الموضوع وتكليف والبحث عن. طيب، حتى نختصر الموضوع أكثر، يعني سيد الحر، كيف يمكن متابعة هذا الموضوع؟ وذلك من خلال تشكيل لجنة ليبية بالتواصل مع منظمة هيومن رايتس ووتش، وبذلك أخذ هذه التقرير والعمل على من خلال مجلس الأمن أو من خلال دولة عضو في محكمة جنائية الدولية، وذلك بإنشاء لجنة للتقصي وتوثيق ما تم من قبل مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وبذلك مباشرة أو إحالة الملف بكامله سواء كان من دولة عضو أو من مجلس الأمن إلى إحالة ملف هذه الانتهاكات إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، الذي بدوره وجب عليها البدء في التحقيق في هذه الانتهاكات. نعم. سيد عبد الملك، حسب أي قانون يمكن ملاحقة من تورط في استخدام هذا النوع من القنابل المتسمة بالعشوائية وعدم التمييز حسب المنظمة؟ يا أخي الكريم، القوانين موجودة. إذا كان وصلت المسألة إلى رفع قضايا واعتبارها، وممكن محكمة الجنايات الدولية ممكن يحاكم حسب قوانين جرائم الحرب، هذه كلها قوانين موجودة، لكن لابد أولا من مخاطبة الرأي العام العالمي. القضية الليبية الآن قضية ما هيش ذات أولوية في العالم، وخاصة في العالم الغربي، في أوروبا وفي أمريكا القضية الليبية راهي ما هيش ذات أولوية، فيه عندهم قضايا تانية، وبالتالي معلوماتهم عن هذه القضايا معلومات بسيطة جدا. كون صدر تقرير من أمنستي انترناشنال والله هيومن رايتس واتش، مش معناها أن العالم يعني طلع على هذا الأمر. احنا كليبيين محتاجين أن نبذل جهد حقيقي في توصيل قضايانا للعالم، للرأي العام، حتى يتحرك هذا الرأي وهذا العالم في هذا الاتجاه. لكن راهو لو اعتمدنا على أن هيومن رايتس واتش، طيب إذا من عليه إيصال هذه المعلومات إلى المجتمع الدولي حتى يستطيع التحرك؟ مؤسسات المجتمع المدني، المتضررين، الناس اللي أصيبوا من هذه القنابل، الناس الذي دمرت بيوتهم، الناس الذين هجروا، هؤلاء معنيين، هؤلاء يجب أن يطالبوا، يشكلوا لجان، يشكلوا مؤسسات مجتمع مدني، يطالبوا بحقوقهم. وقديما قد قيل أنه لا يضيع حق وراه طالب. هذين أصحاب القضايا الحقيقية. وسط الفكرة سيد عبد الملك. سيد نعاس، من أين قدمت هذه القنابل؟ أين صنعت هذه القنابل وكيف أتت إلى ليبيا؟ سوق السلاح في العالم تبيعه كما تشاء، المهم ادفع دولار يعني وأخذ القنابل، هذه موجودة. القذافي كلها أخذها عن طريق صفقات مع الدول الشرقية. مصدر الأساسي للذخائر القذافي هو مصدر شرقي، هو يبدأ من روسيا وينتهي في يوغوسلافيا سابقا وأوكرانيا وبيلاروسيا. أسلحتنا، أسلحة الجيش الليبي، 90% منها هي أسلحة شرقية، وذخائرها ذخائر شرقية، وذخائر شرقية ممتدة يعني من الصين إلى موسكو، يعني غير خاضعة للمراقبة الدولية. لا، هذه تربطها اتفاقيات وأفتى اعتماد وشري حسب مع وزارة دفاعك، أنت مع بين وزارة دفاعك ووزارة دفاع الطرف الآخر. نعم. المهم موجود، آلات القتل لا تبيعها لا ينقطع. لكن أريد أن لو اسمحني في دقيقة، يعني أنا طبعا أحترم كثيرا ما قاله الأخوان الفاضلان ضيوفك، ولكن المسألة من الناحية القانونية صحيح، لكن جوهر الموضوع هو أن الذين مكنوا حفتر وما حول حفتر من هذا الموضوع هم المسؤولون الأوائل، هم المجرمون الحقيقيون.
الذين يتفرجون عليه الآن وأولادنا يموتون في الميادين ولا يوقفونه، هم يقدرون على إيقافه. فنحن ونحن نعاني من بعض القيادة السياسية التي تتعامل مع هذا الملف. هنا طيب. لابد من التعامل مع القنوات الخلفية لإيقاف نعم. هذه الحرب نعم. العبثية. وصلت الفكرة سيد النعاس، دعني أذهب إلى السيد الحر. السيد الحر، كيف يمكن إيقاف مثل هذه الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان؟ أخي، بداية في ظل الانقسام المجتمعي بعجالة سيد الحر، في الانقسام العسكري لا يمكن إيقاف هذه الانتهاكات إن لم تكن هنالك حكومة مركزية بالدرجة الأولى لكل الليبيين والجلوس على طاولة الحوار. لا يمكن إيقاف مثل هذه الانتهاكات، ولعلم الانتهاكات من الممكن هي نفس الانتهاكات التي ترتكب. نعم. شكرا جزيلا لك سيد الحر. بذا مشاهدين نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. أشكر ضيوفنا عبر الهاتف من طرابلس، كان معنا الخبير الاستراتيجي محمد النعاس ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد المنعم الحر عبر الهاتف، وعبر سكايب من لندن رئيس مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان محمد عبد المالك. تقبلوا تحياتي، أنا أزم علي، في أمان الله.